اهلا، الغزاله ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم، واش راكم مباركه؟ تخلي لكم بالصحه والسلامه. اليوم ان شاء الله روتين العيد، روتين العيد. هذا الفيديو مميز البنات، غير كل الفيديوهات لاول مره وحصريا وعلى قناتي غنشارك معكم هذا الروتين، هذا اللي كندير انا في العيد: ازاله الشعر من الوجه، تقشير الشفايف وتوريدها، ازاله الرؤوس السوداء، تبييض البشره، تقشير البشره لجميع انواع البشره، ماسكات ومقشرات لجميع انواع البشره. اليوم ان شاء الله ما نسيت حتى شي وحده في هذا الفيديو، اي وحده يعني جميع انواع البشره ما نسيت حتى شي وحده. النوع اللي ديال البشره ديالتك غديري المقشر وغديري الماسك اللي كيوالمك. الممازلات ديالي كنتمنى تبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده، لاني فعلا تعبت فيه، وشكرا لكم بزاف بزاف. اول حاجه غنبداو بها الغزاله ديالي، وهي مقشر للبشره الحساسه. غنحتاجو لها شوفان مطحون، وغنحتاجو لها ياغورت طبيعي. شوفان كينظف البشره بعمق، كيخلصك من الاوساخ المتراكمه، كيبيض البشره، والياغورت الطبيعي كيعالج الجفاف وكيمنحها الترطيب العميق. زوين بالنسبه للبشره الحساسه. البشره الحساسه ما خصهاش مقشرات اللي يكونوا فيهم السكر او لا يكونوا فيهم القهوه، لان بشرتها اصلا حساسه. ودابا ان شاء الله غندوزو للبشره الدهنيه. البشره الدهنيه المؤشر الممتاز للبشره الدهنيه وهو الارز مطحون والحليب. الارز كيخلصك من الزيوت الزائده وكيفتح البشره من البقع، والحليب كيحتوي على الفوائد اللي كتستفيد البشره الدهنيه، كينظف المسام وكيبيض. وكيف كتعرفوا البشره الدهنيه راه هي اللي كتفرز الزيوت الزائده وكيجيها بثور وحبوب، فلهذا من الاحسن ما نديروش في المؤشرات للبشره الدهنيه نهائيا الزيوت. هذا مؤشر رائع. ودابا ان شاء الله البشره المختلطه او البشره العاديه، غنحتاجوا ملعقه صغيره من القهوه وملعقه صغيره من السكر. غنخلطوا المكونات الناشفه وغنضيفوا ليها، غنجمعهم بماء البطاطا. ماء البطاطا كيفتح البشره، مضادات الاكسده اللي فيه كتلعب واحد الدور كبير في علاج الشيخوخه المبكره والتجاعيد. صافي، غنضيفوا لها معلقه كبيره من ماء البطاطا وغنجمعهم. هذا بالنسبه لهذا المقشر، هذا هو اللي غندير انا للبشره ديالتي. غير هي البنات واحد النصيحه غنعطيها لكم، المهم غنضيفوا عليه واحد ملعقه صغيره من زيت الزيتون. نصيحه، المؤشرات اللي كيكون فيهم السكر استعملوهم مره في الشهر. علاش؟ لان السكر كيفتح المسام ديال البشره. يعني كثرة انك تستعملي مؤشرات فيهم السكر فهو غلط، يعني مره في الشهر كافيه ديري مؤشر فيه السكر. وهذوما المؤشرات من اروع المؤشرات لجميع انواع البشره. ما نسيت حتى شي وحده، الغزالات ديالي في هذا الفيديو مفيد لكل جميع البنات او السيدات. المهم بالنسبه لي انا غندير المؤشر للبشره المختلطه، غنحطه على البشره ديالتي. هو الاول غنقشر البشره، غنحيد الخلايا الجلد الميته. وكيف كنقول لكم ديما والبنات اللي متابعيني والسيدات اللي متابعيني، ضروري كنخلي انا المقشر في البشره ديالتي من بعد ما كنحطه بحركه دائريه، كنخليه تقريبا 5 دقائق عاد باش كنغسله، لاني كنبغي نستافد من دوك المكونات ديال داك ديال هذاك المقشر. هاد الفكره عارفينها كاع المتتبعات ديالي. ودابا ان شاء الله غندوزو لمرحله البخار. غناخدو كاسرونه غنديرو فيها اوراق النعناع اولا اوراق الخزامه واللي متوفر عندكم. صافي، وغنضيفو لها الماء وغنحطوه في البوطه حتى كيطيب معانا، يعني حتى كيغلى مزيان. صافي، ونغطيوه. صافي، وغناخدو شي فوطه وغنحطو الوجه ديالنا فوق البخار هكا مره تنفسي، يعني كل 3 دقائق 4 دقائق تنفسي، حتى مدة البخار كتخلي تقريبا 10 دقائق فوق البخار غير هو كل مرة تنفسي. من بعد ما كيتحلوا لينا المسام اشنو كندير؟ كنحط ازالة الرؤوس السوداء. ازالة الرؤوس السوداء غناخد قهوة سريعة الذوبان وجيلاتين وحليب. صافي، معلقة صغيرة ديال القهوة، معلقة صغيرة ديال الجيلاتين، ومعلقة كبيرة ديال الحليب يكون دافي، وغنخلطو وغنحطو في حمام مريم غير هكاك، زلافة فيها الماء سخون ونحطو في وسط منها زلافة أخرى. صافي، وغندير أول طبقة للأنف ديالي باش كنحيد الرؤوس السوداء. ملي كنحط أول طبقة كنخليها حتى كتنشف عاد باش نعاود الطبقة الثانية. ودابا إن شاء الله غنحيد إزالة الشعر بهاد الآلة الغريبة العجيبة، كاينة في أوريفلام، خديتها ب29 درهم. صافي، زوينه بزاف البنات، بحال كديري لاصيغ اولا كديري الخيط للوجه ديالك، حتى هذه راه زوينه. انا بعدا ما درت ليا الحساسيه لا حتى شي حاجه، والمتني وعجباتني، سهله الاستخدام. هانتوما كتشوفوا غير من كتمشي عكس نمو الشعر كطلعي للفوق، صافي كتحيد لك كاع داك الشعر الوبر اللي كيكون عندك في الجلد ديالك. غير هي راه ما كتحيدش الشعر الغليظ، يعني غير الشعر الرقيق اللي كيكون عندكم في الوجه.
ممتازه البنات، يعني ما تصلحش المناطق الحساسه نهائيا. صافي كنحيد الشعر من الوجه ديالي بالماء كرمليه ديال الرؤوس السوداء، ودابا ان شاء الله غندوزو لتوريد الشفايف. غناخدو واحد راس المعلقه ديال القرفه مع شويه السكر، سكر حبيبات وملون غذائي، انا نقول لكم الدور ديالو، ومعلقه ديال زيت الزيتون او معلقه ديال ماء الورد المهم. وغنخلطوا المكونات كامله. الدور ديال الملون الغذائي ملي كندير التقشير للشفايف ديالي، وميم طوم ملي كنحيدو كيخلي لي الفم ديالي تقريبا ما بين 3 ايام حتى 4 ايام بحال دايره التوريد، يعني ناكل ونشرب وكلشي كيبقى الفم ديالي زهري. المغسلات ديالي هذه زوينه بزاف، انا كنديرها كل عيد ملي كنبغي نمشي عند دار ناسي، ميمكنش كل مره غنبقى نعكر ولا غندير. صافي كندير هاد الحيله هذه زوينه، كيبقى يبان الفم ديالي وردي. المغسلات ديالي غنقشره مزيان، انت شوفوا صبعي كيفاش ولا، غتقشريه مزيان وغتحصلي على واحد اللون رائع بزاف بزاف وسهل. يعني ما كاينش ملون غذائي غتاخدي من عند بائع اللي كيبيع مواد الحلويات، راه متوفر عنده. انتما شوفوا في نفس الوقت كيعطي لفمك واحد الفاليوم اولا كيعطيك واحد الفيلر مؤقت البنات. صافي دابا من بعد ما نشفات لي الطبقه الاولى غنعاود الطبقه الثانيه، وانا يعني درت حوايج اخرين بين ما نشف ليا، يعني ما بقيتش جالسه. صافي ومن بعد ما نشف انت كتهزيه من التحت كاع دوك الرؤوس السوداء اللي كتكون عندك في الانف ديالك كلها كتحيد، عرفتي كيولي النيف ديالك نقي، ما بقى كيحيد دوك الرؤوس السوداء من العمق. غزال الجيلاتين ممتازه البنات، هانتوما شوفوا بعينيكم النيف ديالي ولا نقي، انا اللي كنحس به. مهم ودابا ان شاء الله الماسك للبشره الحساسه، غنحتاجو ماء الخيار، نخديت نص خياره حكيتها بالقشره ديالتها والشوفان مطحون وياغورت طبيعي، هذا الماسك للبشره الحساسه. صافي غناخذوا معلقه ديال الخيار ديال الشوفان مطحون، وغنضيفوا عليها معلقه ديال الخيار اولا جوج معالق ديال ماء الخيار حتى كيتجمع لينا داك الشوفان، وغنضيفوا ليها معلقه ديال الياغورت الطبيعي. ماء الشوفان ماء الخيار ممتاز البنات، راه كيطرد السموم من الجلد، كيحافظ على البشره، كيهدئ البشره المتهيجه، ممتاز بزاف. والشوفان راه كينظف البشره، والياغورت كيرطب. بالنسبه للبشره الدهنيه غنحتاجوا شاي مطحون اخضر، بشاي مطحون اللي كنشربوا في الدار، والنشا وسميتو وحليب مجفف وماء البطاطا. غناخذوا معلقه كبيره ديال شاي اخضر مطحون، وغنضيفوا عليها معلقه ديال حليب مجفف ومعلقه ديال النشا الذره، وغنجمعوا الكل بماء البطاطا. بالنسبه للشاي الاخضر كيعالج حب الشباب، الناس اللي عندها البشره الدهنيه هي اللي كتعاني من حب الشباب، وكيعطي نضاره للبشره، كيعالج الهالات السوداء بالنسبه للشاي. وبالنسبه للنشا الذره كتنعم البشره وكتشد وكتبيض وكتفتح البقع الداكنه. الحليب المجفف تيجدد الخلايا ديال البشره، كيخلصك من الشوائب، كينظف البشره من الاوساخ، وكيغذي البشره وكيمنعها من ظهور الشيخوخه المبكره. صافي هذا هو الماسك ديال البشره الدهنيه، صافي غنخلطوه مزيان حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. المغسله ديالي ودابا ان شاء الله البشره المختلطه، غناخذوا جوج معالق كبار ديال الارز الابيض، غنغسلوه طبعا من دوك البرودويات اللي كيكونوا فيهم، ضروري ما تغسلوه بحال الاشياء، ضروري ما تغسلوها. صافي وغناخذ كاس ديال مولينكس، وغندير فيه دوك جوج معالق كبار حتى لثلاثه، وغنضيف ليه كاس ديال الماء. صافي وغنطحنوا تقريبا شي 5 دقائق في مولينكس حتى كيتطحن مزيان. ملي كيتطحن كنصفيه، ضروري البنات ما تصفيوه باش كيبقى داك الحصه ديال الارز اللي ما تطحنش. صافي كتحيدوه، وهذاك ماء الارز اللي طحنا فيه اللي حصلنا عليه اشنو غنضيفوا عليه؟ غنضيفوا عليه ملعقه ديال نشا الذره، نشا الذره مبيضه ممتازه ممتازه كتعجبني انا في الماسكات. صافي وغنضيفوا عليه ملعقه ديال حليب مجفف، حليب مجفف حتى هو راه كيخلصك من الشوائب وكينظف البشره من الاوساخ وكيغذي البشره وكيعطيها واحد النضاره. صافي وغنضيفوا عليها معلقه ديال ماء الورد. صافي وغنحطوا كلشي فوق البوطه. بالنسبه لهذا الماسك هذا للبشره المختلطه والبشره العاديه، ديري هذا الماسك ليله العيد وغترجعي تشكريني وترحميني عليه. مهم راه من اروع الماسكات اللي جبت لكم في هذا الفيديو هذا لجميع انواع البشره. كنتمنى خواتاتي انا الفيديو تعبت فيه وربي شاهد عليا، وكنتمنى منكم حتى نتوما تدعموني وتبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده.
عموما الغزالات ديالي صافي غنحطي في البوطو وما تحركيش من حداه، تحت عافيه مهيله وانت كتحركي راه دغيا كيتجمع، ما تخليهش وتمشي ديري شي حاجه اخرى، لا غتوقفي عليه وانت كتحركي. ها نتوما شوفوا حتى كيولي على هاد القوام هذا. صافي من بعد الغزاله ديالي غنحطو في واحد الزلافه حتى كيبرد معايا، عاده باش غنحطو على البشره ديالتي. المهم هذا هو الماسك، هادو هما الماسكات من اروع الماسكات لجميع انواع البشره، البشره الحساسه والبشره الدهنيه والبشره المختلطه او البشره العاديه، راه ما نسيت حتى شي وحده. صافي بالنسبه ليا انا غنحط البشره العاديه او البشره المختلطه هو اللي غندير البشره ديالتي. من بعد ما درت التقشير ودرت البخار للبشره ديالتي، صافي غنحط فيها الماسك وغنخليه تقريبا هذا الماسك ما بين 20 حتى 25 دقيقه. وبالنسبه للماسك غديروه 3 مرات في الاسبوع، وبالنسبه للتقشير حتى هو 2 مرات في الاسبوع فهو كافي. غير التقشير قلت لكم اللي كيكون فيه السكر ديروه مره في الشهر، اما المقشرات الاخرين ماشي مشكل، ممكن ديروهم 2 مرات حتى 3 في السيمانه ماشي مشكل. وبالنسبه لترطيب البشره ضروري ومؤكد بالغزالات ديالي انكم ترطبوا البشره ديالتكم يوميا باش هكا كتفاداو التجاعيد المبكره ما كتجيكمش نهائيا. وان شاء الله غنشارك معكم الفيديو الجاي اللي غتكون فيه العنايه باليدين والرجلين، واللي غيبقى لنا من الماسك ديالنا غنحتفظوا به في الباب ديال الثلاجه لمده 4 ايام ونجدوا واحد اخر. المهم الغزالات ديالي من بعد ما غسلت وجهي بالماء دافي ومن وراه ماء بارد، كتضربي وجهك هكا بالماء بارد. دابا لاني درت البخار لوجهي ضروري ما غنسد بالقطع ديال الثلج هكا، قطع تكون ديال الثلج يا اما فيها غير الماء اولا فيها ماء الخيار او الحليب اللي عندكم. صافي غنشد واحد القطعه ديال الثلج وغنمررها هكا، غندوزها هكا على وجهي باش كنسد المسام كاملين ديال البشره ديالتي بحال هكا. صافي ومن بعد الغزالات ديالي غندير ترطيب البشره، والترطيب راه شاركته معكم في اخر فيديو غتلقاوه في اول تعليق مثبت غنخليه لكم، وهذا ترطيب البشره رائع كيحيد كيوحد لك اللون كيحيد لك التصبغات الجسم ديالك كامل، ممتاز البنات غنخلي لكم في اول تعليق. صافي الغزاله ديالي من بعد ما دوزت قطعه ديال الثلج بارده على البشره ديالتي باش كنسد المسام ديال البشره. صافي ضروري البنات من ترطيب البشره ضروري نرطب البشره على هكا، بحال هكا الغزالات ديالي باش ما كيجيوك لا تجاعيد لا حتى شي حاجه كتاخري التجاعيد. ترطيب البشره مهم بزاف بزاف الغزالات ديالي. ودابا ان شاء الله غنعطيكم واحد الحيله، حنا ديما فما كتكون شي مناسبه اولا كتكوني معروضه اولا كيكون جي شي عيد ولا غدا لشي بلاصه ضروري ما كتنوض لك واحد الحبه في الوجه ديالك تا كتنوض غير كتا كتجي. المهم الغزالات ديالي بالنسبه لي انا ملي كتجيني هاد الحبه اشنو كندير، كناخذ بيكربونات الصوديوم دايره هنايا غناخذ غير واحد شويه بحال هكا واحد راس المعلقه بحال هكا، وكنضيف عليها معجون الاسنان واحد شويه من معجون الاسنان حتى هو غير في الكف ديال الايد ديالي. صافي كنخلطهم بحال هكا حتى كيتخلطوا معانا بحال هكا، وكنحطها على الحبه كنحطها على الحبه وكنخليها حتى للصباح. الصباح كنوض سبحان الله سحر البنات قسما بالله سحر، جربوها الا جاتكم شي حبه على غفله وكنتم معروضين وما عندكمش ما ديروا ليها ديروا هاد الحيله هادي بيكربونات الصوديوم مع معجون الاسنان وعلى الحبه نيشان وكتخليها حتى الصباح. الصباح ملي كتنوضي ما كتلقايهاش نهائيا، غترجعي تشكريني وترحميني على هاد الحيله اللي عطيتك. كنتمنى انك تجربيها وتبارطاجيها مع الصحاب والخوت والحباب باش تعمل فائده، وغتكون هذه هي نهايه الفيديو. وتسناوني في السلسله الثانيه ديال تجهيزات العيد اللي غتكون العنايه باليدين والرجلين، ومرحبا بكم عندي والف مرحبا.